ازيكم عاملين ايه؟ انا نادين، النهارده عامل لكم نودلز. دوناتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة نديم قرر ان هو يشاركني ويعمل معايا الدوناتس، وكانت غلبة طبعا، بس اهم حاجة فرحتهم بجد. جبت نص كيلو من الدقيق وهو عبارة عن 4 كوب معياري، لان الكوب المعياري عبارة عن 125 جرام. حطيت 4 كوبات يعني نص كيلو من الدقيق. هتحطي عليه نص معلقة صغيرة من الملح، وتنزلي عليهم ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ولازم طبعا تكسري زفارة البيض بمعلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من الفانيليا السايلة. عندك فانيليا باودر حطي نص معلقة صغيرة بس كده، وهتشغلي عليهم العجين او تعجنيهم بايدك، مش هتفرق كتير. المهم بتجيبي بقى ايه، 1/4 كوباية من الحليب الدافي، وهتجيبي كيس من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة من السكر، وتديهم تقليبة وتنزلي بيهم على الخليط بتاعك، وهكمل باقي العجن برضو بالحليب الدافي. اهم حاجة تاخدي عجينة لينة، ولا هي ناشفة قوي ولا هي طرية قوي. وبعد ما العجينة بتاعتك بتتلم، بتنزلي بمعلقتين كبار من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، لازم تكون زبدة لينة، وبكمل عجن كويس جدا لحد ما بتاخدي عجينة محترمة للدوناتس. الطريقة دي حلوة قوي ومش بتشرب ولا نقطة زيت لما بتيجي تقلي الدوناتس بتاعك، بجد ما بتشربش ولا نقطة زيت. هتاخدي العجينة بتاعتك وتريحيها وتسيبيها في مكان دافي علشان يخمر كويس قوي. انا سبتها حوالي ساعة، فترة راحة العجين بتفرق كتير جدا في الدوناتس، ما تستعجليش عليه. طبعا هو نديم هنا كان فرحان جدا بموضوع الدوناتس، وفرحان جدا ان هو بيساعدني. اطلع مني صوت، ده اخويا تميم تحت اهو، ده شاي جدا، وبيرمي ليش بتاع الموز. بعد ما خمرت هنعمل دي. طيب شيل بقى الاسترتش اللي على العجينه ده. هبدأ ارش بقى السطح بتاعي رشة كده من الدقيق، وهبدأ افرد بقى العجينة بتاعتي، وابدأ اشكل الدوناتس بتاعي. انا معايا قطعة الدوناتس، هتلاقيها عند محل الادوات المنزلية، في منها الصغير وفي منها الكبير. انا بصراحة بحب الصغير على قد يدوبك، الاطفال الصغيرة بيبقى حلو، بيقدروا ان هم يمسكوه وما يبهدلش هدومهم هم بياكلوه، غير الكبير بيبقى حجمه فعلا كبير. معانا احنا مش بتفرق، لكن طبعا الاطفال الصغيرة، الناس اللي عندها اطفال صغيرة هتحس باللي انا بقوله ده. شكلت كمية كلها، وكل ما يطلع زيادة مني كنت باخدها وبجمعها وبريحها شوية 5 دقايق، لانك مش هينفع ان انت تفرديها في نفس الوقت، بتسيبيها 5 دقايق. اللي انا بطلعه ده على جنب، كنت بسيبه يريح 5 دقايق وبعدين ارجع اشكله تاني. اللهم بارك، عطاني 28 قطعة من الدوناتس. العجين عطتني 28 قطعة من النص كيلو دقيق. وانا بكرر تاني، القطاعة بتاعت الدوناتس دي صغيرة. عايز اقول لكم ده مشروع مربح جدا والله العظيم، بجد ده بجد فعلا مشروع مربح. 28 قطعة من نص كيلو دقيق، سبتهم يخمروا حلو قوي. انا كده كده رشة الرخامة بتاعتي رشة من الدقيق، فكده كده سهل قوي ان انا امسكهم من غير ما ابوظهم. حطيت الزيت بتاعي، سخن الزيت، بقيت بنزل اقلي الدوناتس بتاعي. بمجرد ما ياخد لون ذهبي من تحت، اقدر ان انا اقلبه بسرعه على الجزء على الجنب التاني علشان ياخد اللون الحلو اللي انتوا شايفين ده. اللهم بارك، بجد كانت تجربه حلوه، والولاد فرحوا بيها جدا جدا، وعايزه اقول لك اقتصاديه، ما كلفتكيش حاجه خالص. بصوا نص كيلو دي اعطاني كميه قد ايه. بس كده زيني بقى زي ما انت عايزة، دي على حسب تشكيلك وعلى حسب بقى الناس اللي بتاكل معاكي في البيت. انا ولادي بيعشقوا الشوكولاتة السودة،
فعلشان كده ما حبيتش ان انا اجيب البيضه، عايزه تشكلي بقى بشوكولاته سودا بشوكولاته بيضه، تزيني بقى بعد ما تدهنيهم بالشوكولاته او بعد ما بتسيحي الشوكولاته بتاعتك، حطي بقى فرماسيل الوان، عايزه تحطي، انا حطيت فرماسيل الوان وحطيت شوكليت شيبس. دي كانت سهله وسريعه. والشوكولاته انا سيحتها، حطيت عليها، بتجيب الشوكولاته الدارك العاديه، انا بحب شوكولاته الدريم، بسيحها وبحط عليها معلقتين من الزيت ومعلقتين من الحليب، وهتدخليها الميكروويف لمده دقيقه واحده بس، هتلاقي الشوكولاته بتاعتك سايحه وفيها لمعه حلوه قوي من معلقتين الزيت اللي انت حطيتيهم، وبجد هتاكلي احلى دونتس باحلى تزيين. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وبالف صحه وعافيه، وما تنسوش متابعتي على صفحه الفيسبوك، والسلام عليكم.